اسمع اسمع انا بمسك لك اياه وبقول لك انا عمو ماشي انا في صوت خبط باقي طلعت ان الجندي بيصحفي بقول لي قوم يا حبيبي تعال معنا كان في مواجهه بعديها عرفت اتفرج ما ويت الا بيطلع لي حتى نجي الدكاترة واول اشي عالج الكل بعدين الامير مسكوا مسكتوه في الجيب دخلنا ورش عم يستعمره قعدت على قد الشاشة تحتي بس كان كثير بلش سياسة الضرب يعني في السيارة يخبطوا فيه يعني درجة انه وجع وبلش شلت الواعي بلش فتش الواعية وهذا قال لنا مشلت طلعت على البوسطة بعد في البوسطة مشلت وليت تقريبا 4 ساعات في البوسطة وأربع ساعات يعني تجمدت يعني صرت ثلجي هذا قعدنا هنا بعدين صار يضرب علي في حجار وكان رايح وجاي يضرب بعد يمكن 5 ساعات جينا وطلعنا على السوق